نوير تحس ان هو بدأ. طب هكمل معاك يا محمد، لكن اوليفيرا رجع معانا مره تاني، طبعا مدرب حراس فولهام، بنرحب بيك مره تانيه. اوليفيرا، كنا بنتكلم على حراس المرمى اللي دربتهم، ويمكن كان ليك بصمه واضحه، يعني بنتكلم على حراس كبير، بنتكلم على اوبلاك، بنتكلم على ادرسون، بنتكلم على جوليو سيزار، دول كلهم حراس من مستوى رفيع، ولكن كانوا في فترات معينه حبيس الدكه، ولكن بعد توليك مسؤوليه تدريبهم انطلقوا في عالم النجوميه. اوبلاك من افضل حراس المرمى على مستوى العالم، ادرسون كذلك، بنتكلم على جوليو سيزار الحارس البرازيلي كمان انطلق من خلالك. شايف دور مدرب حراس المرمى اختلف كثيرا وبقى دور مهم جدا جدا في بناء فريق قوي؟ بالطبع، طوال الوقت دور حارس المرمى مهم جدا. الحارس المرمى يساعد الفريق على إحراز المزيد من البطولات، هو عامل أساسي في نجاح أي فريق، هو عامل أساسي وجزء من نجاح الفريق ككل. يجب عليك أيضا أن تضم لاعبين جيدين بجانب حارس المرمى، ولكنه أساسي في نجاح الفريق. حينما يكون هناك تواصل وتناغم بين جميع أعضاء الفريق، فيكون لديك الإمكانية لتفوز وتحقق البطولات. إذا كان هناك قاعدة من الشباب وبرنامج جيد لإدارة هؤلاء اللاعبين، فبالتالي سيستطيع حارس المرمى أن يساعد الفريق على التميز. ولكن أيضا كان لدي جوردان بيكفورد، لم تذكره، هو أعظم حارس في إنجلترا. طبعا حارس دلوقتي حارس منتخب انجلترا، كمان انت كان ليك دور كبير جدا جدا في تطوير هذا الحارس. وزي ما بقول لك، الناس حابه تعرف ايه النقاط الاساسيه اللي اشتغلت مع حراس المرمى دول عليها. هل نقاط نفسيه فنيه؟ اوبلاك حارس مرمى فظيع، ادرسون بتتكلم على بيكفورد كمان حارس مرمى المنتخب الانجليزي، كل دول الحراس اللي انت اشتغلت معاهم في فترات كانوا خارج يمكن نطاق الخدمه. ايه اهم النقط اللي انت اشتغلت معاهم فيها واستفادوا منها بشكل كبير جدا؟ اهم النقاط التي عملت عليها هو ان نتفهم اللعبه. إذا تفهمت اللعبة سيكون لديك قدرة نفسية وعقلية على إدارة هؤلاء النجوم. يجب أن تتعامل معهم وتختار اللحظة الصحيحة، ويجب عليك أن تشجع اللاعبين وتشجع حراسك. إذا كان الحارس شجاعا ويفهم اللعبة جيدا ويفهم المباراة جيدا فسيتطور. صحيح. على مستوى حراس المرمى في البريمير ليج العام الماضي، بالنسبة لك مين أفضل حارس مرمى في البريمير ليج للموسم الماضي؟ أعتقد أن أليسون من ليفربول وإيدرسون مانشستر سيتي كان الأفضل في البريمير ليج العام القاضي. أدى مستوى رائع في العام الماضي، وخصوصا إيدرسون. على مستوى حراس افريقيا، ويمكن طبعا ميندي حارس مرمى تشيلسي كان ايضا متالق في البريمير ليج، شايف حراس المرمى الافارقه ازاي؟ وكمان على مستوى الدوري المصري، وانا عارف ان انت كنت متابع بشكل او باخر محمد الشناوي، رؤيتك للحارس مرمى الافريقي ورؤيتك ايضا لحارس مرمى طبعا منتخبنا المصري محمد الشناوي. Yes, I follow. I really like. نعم، أنا تعبت. آسف، تابعت الكرة المصرية وخصوصاً فترة أمم إفريقيا. أنا تلاحظت التطور ونجاح العديد من الحراس الأفارقة في أوروبا، خصوصاً إدوارد ميندي، وبالطبع تابعت الشناوي مع منتخب مصر، قد أدى بطولة رائعة في أمم إفريقيا مع منتخب مصر، وفي التأهل أيضاً في تصفيات المؤهلة لكأس العالم أدى بشكل رائع محمد الشناوي.
بالطبع الحراس الأفارقة لديهم فرصة كبيرة ليحترفوا في أوروبا، ولكنهم جزء من الفريق، الأمر لا يعتمد فقط على حارس المرمى. إذا كان لديهم فرصة ليكون مسندا للفريق ككل، وأن يكون لديهم القدرة على استيعاب الكرة الأوروبية، فبالطبع سيكون لديهم الفرصة ليؤدي في أوروبا بشكل جيد كما يفعل في أفريقيا. أنا للأسف لم يكن لدي الفرصة لأتابع الشناوي من قبل، ولكن حينما تابعته علمت أنه كان يستحق الفرصة للاحتراف في أوروبا. صحيح، على مستوى طبعا الكرة المصرية كمان، قدوم طبعا مدير فني جديد ريكاردو سواريز البرتغالي، وانت كنت يمكن اشتغلت معاه في نادي فينيستي، رأيك ايه في المدربين البرتغال بشكل عام و دور ريكاردو سواريز إن شاء الله مع الأهلي في المواسم القادمة؟ نعم، كنت سعيدا جدا حينما رأيت ريكاردو قد تعاقد مع النادي الأهلي. ليس لدي علاقة كبيرة بريكاردو، ولكن أنا عملت بالفعل في جيل فيسنتي وفيسنتي، وأنا أدعم ريكاردو كثيرا. بالطبع هو الآن يدرب فريق بطل، الأمر كان مختلفا مع جيل فيسنتي. أعتقد أن المديرين الفنيين البرتغاليين لديهم تاريخ جيد في أفريقيا ومصر على التحديد، وأعتقد أنهم لديهم قدرة كبيرة على إدارة الفرق من الناحية الهجومية من الناحية الدفاعية، وأتمنى للنادي الأهلي أن يذهب لأبعد نقطة مع ريكاردو سواريز وأن يتوجوا بجميع بطولات هذا العام. أوليفيرا، بنشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق لفولهام وليك إن شاء الله في الموسم القادم في البريمير ليج، وتحقيق طموحات طبعا مشجعي فولهام نادي كبير. نشكرك على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي ولريكاردو سواريز، وبالطبع وأيضا أحيي جماهير النادي الأهلي في مصر وحول العالم. أنا سعيد جدا لأكون معكم. شكرا جزيلا.